صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير والسعادة والرزق بإذن الله مع دخول الأجواء الشتوية لكل مشاهدينا الغاليين على امتداد اليمن الحبيب وكل اليمنيين أينما وجدوا في العالم ولكل الأخوة العرب في كل مكان. يسعد صباحك وديان وصباحكم مجيد مشاهدينا، وكما عودناكم إطلالتنا الصباحية المميزة مع صباح بلقيس العاشرة صباحا من السبت إلى الأربعاء. ينتظركم في صباح بلقيس اليوم عدد من الفقرات المهمة والمميزة. نبدأ معكم الحديث عن مآثر شاعر اليمن وأديبها الكبير عبد العزيز المقالح رحمة الله عليه، والذي وافته المنية منذ يومين. ويوم الجلاء اليمني، فرحة يمنية في 30 من نوفمبر. وأيضا مشاهدينا سيكون معنا حديث عن التوعية من الإيدز في اليوم العالمي لمكافحته والذي يصادف الأول من ديسمبر، إضافة للعديد من الأخبار المنوعة والتقارير من كل العالم. وتابعونا على البث المباشر الآن عبر منصة قناة بلقيس في الفيسبوك. نستهل حلقتنا ولكن بعد فاصل، خليكم معنا. أهلا مجددا، ونستهل أخبارنا اليوم مشاهدينا من اليمن وتحديدا من مدينة جعار في محافظة أبين، حيث أقيم حفل إشهار كتاب مراحل تطور الأغنية الأبينية للباحث الموسيقي وسيم صالح. حضر حفل الإشهار عدد من الكتاب والمثقفين في محافظتي أبين ولحج، الذين اعتبروا الكتاب بمثابة قاعدة أساسية للتعريف بتاريخ المحافظة الفني وللحفاظ على الإيقاعات الطربية، على الرغم من تنوعها من خلال استناده المباشر إلى المصادر الفنية في عموم مناطق المحافظة. واعتبر مؤلف الكتاب وسيم صالح أن غياب الجهات الرسمية عن الساحة الثقافية هو الدافع الأول لصدور الكتاب الذي استمر تأليفه لأكثر من 5 أعوام، ويهدف إلى تحقيق اعتراف رسمي بوجود لون غنائي أبياني مستقل. اليمن مليئة بالألوان الغنائية المتنوعة، ومنها كذلك يمكن بعض الألوان ظلمت مقابل ألوان أخرى، ولكن مثل هذه الفعاليات تسلط الضوء على هذه الألوان الذي مش أخذ حقه بما فيه الكفاية فعلا. وكتابتها هي طريقة في الحفاظ عليها، وهذا أظن أفضل طريقة للحفاظ على التراث. وننتقل مشاهدينا إلى خبرنا التالي، ودشنت وزارة التعليم العالي امتحانات المفاضلة للطلاب المتفوقين للتنافس على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في تعز وثلاث مراكز أخرى. وتقدم للامتحانات التي أشرفت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرابة 500 طالب وطالبة في مركز تعز، فيما توزع بقية الطلاب الذين تبلغ عددهم 1700 على كل من عدن وحضرموت ومأرب. وبحسب تصريح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد أحمد الوصابي، فإن هذا التدشين يأتي في إطار تعزيز الوزارة لمبدأ الشفافية وتساوي الفرص أمام جميع الطلاب المتفوقين للتنافس على المنح في عملية تصحيح إلكتروني تتضمن الدقة والنزاهة والشفافية في نتائج الامتحانات التي تعتمد بدرجة رئيسية على نتيجة المفاضلة بنسبة 70% مقابل 30% من نتيجة الثانوية العامة في عملية اختيار الأفضل والأحق للمنحة. نشاهد مشاهدينا مع بعض. تم امتحان 470 طالب وطالبة من مختلف المحافظات اليمنية القريبة من مدينة تعز. هذه الامتحانات تسير ضمن شفافية وتصحيح على درجة عالية من الدقة، وإن شاء الله أتمنى لطلابنا التوفيق والنجاح. كونها نتمنى التوفيق لكل الطلاب. ومن أخبار اليمن إلى جولة أخبارنا المنوعة، نسفت دراسة حديثة الأفكار التي تربط بين البطاطا وزيادة الوزن في السابق، فقد كشفت أن الخضار المفضل عند الكثير يمكن أن يساعد في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة دون بذل الكثير من الجهد. أجريت الدراسة على 36 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مقاومة الأنسولين، وطلب من نصفهم
اتباع نظام غذائي يحتوي في الأساس على البطاطا باللحم أو السمك، في حين اتبع النصف الآخر نظاماً غذائياً يحتوي على مختلف الأطعمة الأخرى. ووجد الباحثون الأمريكيون أن البطاطس ساعدت المشاركين على الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة منها، وبالتالي قللت من استهلاك الأطعمة الأخرى التي قد تحتوي على سعرات حرارية أعلى بكثير، وهذا بدوره يساعد في إنقاص الوزن. الدراسة خلصت إلى أنه من خلال تناول الأطعمة ذات الوزن الثقيل ومنخفضة السعرات الحرارية مثل البطاطا، يمكن بسهولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، وهذا ما يجعل البطاطا تساعد في إنقاص الوزن. يلا الحمد لله، لأن الناس كثير يحبوا البطاطا، حرام يعني، وكان أخذ عن نص معه مش فعلا حلوة. يعني ظلمنا البطاطا، لكن ودياً أظن أنها هي طريقة استخدام البطاطا وإضافة بعض المواد اللي ممكن زي الزيوت المقلية اللي تؤثر، وليس البطاطا بحد ذاتها هي السبب. والآن ننتقل إلى أخبار غريبة شوية سمية. وتعهد رجل في الهند بالبقاء واقفا لمدة 12 عاما ولم لم يجلس منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، ليتحول إلى قصة جذبت اهتمام العالم. وفقا لصحيفة الوطن البحرينية، فقد ذكر الموقع أن الرجل واسمه راج ينضم إلى مجموعة دينية يطلق عليها اسم بابس، تعيش في حي في مومباي وتعتقد بفضيلة التخلي عن الممتلكات المادية، كما يأخذون عهودا على أنفسهم لا تصدق. وتابع أن جماعة باباس منعزلة وأتباعها يمتنعون عن كل ملذات البشرية ويعيشون حياة بسيطة للغاية ومتقشفة. ولاتباع هذه الطائفة نذور، أو لأتباع هذه الطائفة نذور غريبة، منها الوقوف طيلة الحياة بينما اختار البعض الآخر عدم التحدث مرة أخرى. ومن بين أيضا من بين المواقف التي اختارها راج، والذي وقف الآن لمدة 12 عاما وقص قصة غريبة يفسر بها سبب وقوفه. يلا نشوف القصة. قال راج: لقد غضب مني أبي ومرشدي الروحي عندما حرقت الخبز وضربني وطردني، وقال أن علي أن أبقى واقفا من أجل إرضائه. وتابع: يعتقد الباباس أنه من خلال وضع أجسادهم في معاناة شديدة يمكنهم حرق كل خطاياهم السيئة. هل تصدقي هذا الشيء سمي؟ يعني لكل يعني ديانة طريقتها في التعذيب، لكن فعلا يمكن تصرف يعني يرفض العقل حقيقة، لكن هذه يمكن طريقة للتعبير فيها عن ما يشعر. يمكن لكل ديانة طقوس معينة، وخاصة في الهند يعني فقط فيها 180 ديانة وأكثرها هي يعني الديانة الهندوسية. إن شاء الله يكون رضى عنه وجلس له. يا رب. ومشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا مجددا. رحيل الأديب الكبير عبد العزيز المقالح ترك فجوة كبيرة في الساحة اليمنية والعربية وحتى العالمية، نعتته مؤسسات ثقافية دولية ويمنية ومثقفون ومثقفات أجانب وخليجيون وعراقيون ومصريون وغيرهم، ووزراء حاليون وسابقون، ودور نشر ومكتبات. وعلى مدى اليومين السابقين شهدت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من رسائل النعي بمنشورات مليئة بالحزن والدموع. في صباح بلقيس جمعنا بعض تلك المنشورات ورسائل النعي، نتابع وإياكم مشاهدينا غيضا من فيض الكلمات عن رحيل الدكتور عبد العزيز المقالح. Thank you.
رحل رائد الحداثة في اليمن واقفا على جدار أمنيات الخلاص بانتظار النور الذي انطفأ بغيابه. لم تطل أسفاره عن صنعاء، لكنه غرس في جيل بأكمله رغبة العودة إليها مهما ابتعد، فلم يغادر اليمن سوى مرة واحدة حتى فارقها للأبد. عبد العزيز المقالح كان قصيدة حية وديوان شعر مفتوح، لم يجرح أحد ولم يتعالى على أحد، فخضعت له قلوب اليمنيين تقديرا وحبا، وما كان تشيع جثمانه المهيب بالأمس إلا تصديقا لذلك الحب الكبير، فقد نعاه الوطن بمن فيه وحزن على فراقه كل من عرفه بكلماته وأدبه. عن رحيل آخر العظماء ورائد الحداثة في اليمن الدكتور عبد العزيز المقالح، سنتحدث اليوم مع ضيفنا الشاعر أنس الحجري هنا في صباح بلقيس. صباح الخير أنس، وتعازينا لكل يعني اليمن ولنا وللوطن بهذا الفقيد الدكتور عبد العزيز المقالح. صباح النور، أولا خالص التعازي لجميع الشعراء اليمنيين والعرب والمشهد الشعري والثقافي الأدبي بشكل عام برحيل الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح عليه رحمة الله. طيب نبدأ معك يعني أنس بالحديث عن شخصية يعني عبد المقالح وعن يعني ما تركه من أثر في الأدب العربي. عبد العزيز المقالح ولد في قرية المقالح في وسط اليمن في محافظة إب، في أسرة فلاحية، أسرة بسيطة وعادية، ولكنها في نفس الوقت كانت أسرة مناضلة. سجن والده وهو في عمر 6 سنوات، سجنه الإمام أحمد بسبب أفكار ثورية أو كما سماها إرهاصات. بعدها انتقل إلى صنعاء وهو عمره 6 سنوات، وهناك بدأت قصة عشق مع هذه المدينة التاريخية والمدينة الجميلة. و سجن والده مرة أخرى كذلك في حجة، فانتقل إلى حجة وهو عمره 12 سنة تقريبا، وهناك قال أولى قصائده، كانت قصيدة حزينة كذلك رثى فيها أخوه الذي توفي آنذاك، وكان ينشر قصائده في بداية الأمر تحت أسماء مستعارة، ابن البادية وابن الشاطئ وغير ذلك من الأسماء. كان يرى أن قصائده ليست بذلك المستوى الجيد. بعدها سافر إلى مصر للدراسة، لكن الظروف حالت بينه وبين الدراسة، فعاد إلى اليمن وشارك في ثورة 26 سبتمبر وصاغ مع الفسيل بيان الثورة، حتى أنه بعضهم يقول أن المقالح هو الذي تلا بيان الثورة ليلة الخميس، لكن هذا كلام مختلف فيه. الشاهد أن المقالح شارك في ثورة سبتمبر، وبعدها عام 67 عاد إلى القاهرة ودرس الأدب واللغة العربية وأخذ الماجستير والدكتوراه وألف أول دواوين هناك لابد من صنعاء. بعدها عاد إلى صنعاء كما قال ولم يخرج منها حتى توفاه الله. هذا بالنسبة لشخصية المقالح. أما بالنسبة لي رأيي فيه كشاعر، فعبد العزيز المقالح رائد الحداثة في اليمن، وهو أبرز وجه يمني حديث يعني للشعر اليمني. نشأ على يديه جيل كامل من الشعراء والأدباء والمثقفين. كان أي رجل أو أي شاعر مبتدئ يأتي إلى الدكتور المقالح لا يخيب ظنه، دائما ما يشجعه ويأخذ بيده ويقدم له، حتى أن بعضهم سألوه ليش تقدم لكل من أتاك، فكان جوابه أنه أخاف أن أرد أحدا فيحزن فتموت موهبته. كان شاعرا وأديبا وكبيرا وإنسانا كذلك فعلا في كان نفس إنسانا الوقت. ويعني يمكن في ناس في شخصيات يكون في عليها خلاف محبين وناس ما يحبوهمش، لكن الأكيد أن الشاعر الراحل عبد العزيز المقالح اجتمع على حبه كل اليمنيين. اليوم بعدما للأسف رحل عنا جسدا، ما الذي تركه من إرث لليمن الشاعر عبد العزيز المقالح؟ بصراحة ما تركه المقالح أكثر من أن يحصى في جلسة واحدة، لكن وعلى سبيل المثال للحصر، المقالح ألف أكثر من 27 ديوان شعر وأكثر من 30 كتاب في النقد والأدب، من بينها أول دواوينه لابد من صنعاء، وكتاب القرية، وكتاب الأم، وكتاب صنعاء، وكتاب المدن، وبالقرب من حدائق طاغور،
وبلقيس وقصائد لمياه الأحزان والكثير من الكتب والمؤلفات التي لم تكتشف بعد، ما زال فيها الكثير من الثراء اللغوي. صحيح أنه المقالح كان عنوان لكثير من الدراسات الأدبية والأطروحات العلمية للطلاب عرب وطلاب يمنيين في الجامعات، لكن في نفس الوقت ما زال هناك الكثير لم يكتشفوه بعد ولم يفتشوا وينقبوا في هذا الرجل وهذه الشخصية الفريدة. إضافة إلى ذلك، المقالح هو الذي أوصل صوت اليمنيين والأدب اليمني إلى الوطن العربي وإلى العالم. أي رجل أو أي شاعر عربي يعني نتحدث عن اليمن، أول ما يذكر لي البردوني والمقالح، وكان صديقين يعني كان مع بعض في نفس الوقت عاشا. فصدر الأدب اليمني إلى العالم وأتى بمثقفية العالم كلهم إلى اليمن فعلا، وهذا ما شاهدناه من خلال تفاعل الناس يعني مع هذا الحدث الحزين من كل الوطن العربي. صحيح. فعلا، وكان له حضور كبير في محافل كثيرة، وحتى يعني نقول أن المقالح كان آخر يعني الأخبار اللي تداولناها عنه، كان تكريمه في قطر احتفاء بمرور 51 على لابد من صنعاء، هذا الديوان المميز. لكن برأيك يعني أنس، هل حظي عبد العزيز المقالح بالتقدير الذي يستحقه؟ للأسف نحن أمة لا تقدر مبدعيها إلا بعد فوات الأوان، للأسف. ونحن أمة لا تتذكر أبطالها إلا بعد أن يرحلوا. الأمثلة على ذلك كثير، البردوني والفضول وغيرهم من الشعراء والأدباء اليمنيين لم نسمع بهم إلا بعد أن رحلوا، أو لم ينالوا التقدير الذي يستحقونه في حياتهم. المقالح كان أوفر حظا ولو بقليل منهم، وذلك لأنه انتهج الحداثة في الشكل والمضمون فوصل إلى العرب كافة، وعاصر يمكن عاش يعني وشهد كثير من صحيح مات عن عمر 85 عام. يعني عمل فيها الكثير وأصدر الكثير وسافر كثيرا، حصل على عدة جوائز في حياته، منها جائزة العويس وجائزة شوقي والمكتبة قطر الوطنية الذي تحدثت عنها قبل قليل، احتفت بمرور 5 عقود على إصدار أول ديوان له. كذلك حصل على وسام الفنون والأداب من صنعاء، وكذلك جائزة من الحكومة الفرنسية. ولكن هذا كله يظل قليل أمام رجل قضى جل عمره في خدمة الأدب والمشهد الثقافي في اليمن وفي القصيدة الحديثة بشكل عام. وكان من عشقه لليمن، يعني أنا يمكن من الناس اللي أحب الشاعر، ولكن معلومة أنه لم يغادرها إلا مرة واحدة، هذه كانت بالنسبة لي فعلا تلخص كل ما كان يتكلم عنه الشاعر. يعني نقدر نقول أنس أنه للأسف الأديب عندنا يكرم في الخارج أكثر من داخل الوطن؟ هذا الكلام ليس صحيحا إلى شكل كبير، لكن كان في السابق نعم، للأسف. لأنه كان هناك جهل، كان اليمنيين يعيشون يعني يبحثون عن الأكل والشرب. صحيح. لا يفكرون بالقصائد ولا يفكرون بالأدب ولا بالروايات، لكن الآن اختلف الأمر قليلا. صحيح ربما هناك محاولات للعودة إلى الوضع السابق، لكن إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بالنسبة لعيون العالم التي يعني ترى أشعار يعني الدكتور عبد العزيز المقالح، كيف ترى هذه، كيف كان يعني يروا شاعرنا؟ بالطبع أن المشهد اليمني الثقافي اليمني هو جزء من المشهد الثقافي العربي، والمقالح هو رائد الحداثة في اليمن، وكذلك واحد من أبرز وجوه القصيدة الحديثة وقصيدة التفعيلة في الوطن العربي. الشعراء العرب تأثروا كثير بالدكتور عبد العزيز المقالح لما انتهجه من شكل ومضمون جديد، أسس مدرسة جديدة وحديثة وخاصة به، فاتبعه كثير من الشعراء العرب. وأنا في اعتقادي أنه المقالح هو الشاعر الوحيد من الجيل السابق، أو كما أسميهم أنا جيل الكبار، الوحيد الذي استطاع أن يخرج من الإطار المحلي إلى الفضاء العربي والعالمي، فترجمت كثير من قصائده وكتبه كذلك إلى لغات مختلفة. والعرب ينتهجون نهج المقالح ويدرسونه، يعني يدرسون أسلوبه في الجامعات، وهو عنوان لبحوثهم وأطروحاتهم في الجامعات. طيب أنس، كونك شاعر من جيل آخر، يعني هل تأثرت بالمقالح كثيرا، أو مثلا هل تفكر كتبت له أو تفكر تكتب له يعني في المستقبل؟ بالنسبة لي كتبت له أم لا، أنا إن شاء الله سأصدر ديوان قريبا،
عندما علمت بخبر رحيل المقالح سارعت إلى دار النشر، راسلتهم إن كانوا قد طبعوا الكتاب، وأخبروني أنهم لم يطبعوه بعد، فقمت بإهداء الكتاب إلى الدكتور عبد العزيز المقالح كأقل شيء ممكن أن أقدمه لهذا الرجل العظيم. وبالنسبة لي هل تأثرت به؟ فبالتأكيد تأثرت به بالأسلوب والطريقة التي انتهجها، يعني تأثر به كل يعني جل شعراء العرب، لأنه أسس مدرسة وكذلك جدد في القصيدة مثله، مثل درويش، مثل البردوني، مثل نزار، فكانت له بصمة يعني في شعري لأني قرأت له كثيرا كذلك. طبعا وأنتم من أبناء محافظة واحدة كذلك، هناك قواسم مشتركة. نبارك لك أولا يعني إصدار الكتاب إن شاء الله قريبا، في انتظار هذا الإصدار. شكرا لتواجدك معنا الشاعر أنس لتغطية هذا الموضوع الذي فعلا يعني نقول شعرنا بحزن كبير لفقدان شاعرنا الكبير. شكرا لتواجدك مجددا. مشاهدينا نروح فاصل، ولكن قبلها نشاهد هذه المادة بمناسبة يعني رحيل الشاعر الكبير عبد العزيز المقالح. أنا هالك حتما، فما الداعي إلى تأجيل موتي؟ جسدي يشيخ ومثله لغتي وصوتي، ذهب الذين أحبهم وفقدت أسئلتي ووقتي، أنا سائر وسط القبور أفر من صمتي لصمتي. أبكي فتضحك من بكائي دور العبادة والملاهي، وأمد كفي للسماء تقول رفقاً يا إلهي. الخلق كل الخلق من بشر ومن طير ومن شجر، تكاثر حزنهم واليأس يأخذهم صباح مساء من آه لآه. حاولت ألا أرتدي يأسي وأبدو مطمئناً بين أعدائي وصحبي، لكنني لما رحلت إلى دواخلهم عرفت بأنهم مثلي، وأن اليأس ينهش كل قلبي. أعلنت يأسي للجميع وقلت إني لن أخبي. هذا زمان للتعاسة والكآبة، لم يترك الشيطان فيه مساحة للضوء أو وقتاً لتذكار المحبة والصبابة. أيامه مغبرة وسماؤه مغبرة، ورياحه السوداء تعصف بالرؤوس العاليات، وتزدر التاريخ وتهزأ بالكتابة. أنا ليس لي وطن أفاخر باسمه، وأقول حين أراه فليحيا الوطن. وطني هو الكلمات والذكرى وبعض من مرارات الشجن. باعوه للمستثمرين وللصوص وللحروب، ومشت على أشلائه زمر المناصب والمذاهب والفتن. صنعاء صنعاء يا بيتاً قديماً ساكناً في الروح، يا تاريخنا المجروح والمرسوم في وجه النوافذ والحجارة. أخشى عليك من القريب ودون ما سبب، أخاف عليك منك ومن صراعات الإمارة. عرفت عدن بطابعها المدني منذ القدم، إذ كانت فاتحة ذراعيها لضيوفها من كل أنحاء العالم، وهو ما جعلها غنية بإرث معماري خليط من مشارب عدة. احتلتها بريطانيا من 19 من يناير 1839 إلى أن خرج آخر جندي بريطاني في 30 من نوفمبر 1967، والمعالم التي تركها الاحتلال البريطاني وراءه كثيرة، منها ما اندثر وأخرى قاومت عوامل الزمن. نتابع سويا التقرير التالي لنتعرف على عدن وبعض المعالم البريطانية فيها والباقية إلى يومنا هذا منذ 200 عام. لمحافظة عدن تاريخ عريق يمتد منذ مئات السنين ومليء بالتفاصيل والأحداث. عاش فيها وتاجر منها وإليها،
الهندي والفارسي والفرنسي وكثير من العرب والأجانب، واحتلها الإنجليز لأكثر من قرن وربع، فهي مدينة مغرية وعرضة للأطماع الخارجية باستمرار. في شواطئ عدن حامت بغربي حامت، ذوبتني وخلتني أسير بابتسامي. دخلتها المملكة التي لا تغيب عنها الشمس في 19 من يناير عام 1839، إلى أن خرج آخر جندي بريطاني في 30 من نوفمبر عام 1967. والمعالم التي تركها الاحتلال البريطاني وراءه كثيرة، منها من دثر وأخرى قاومت عوامل الزمن. مبان ومنشآت مختلفة الأحجام والاستخدام، في مقدمتها المساكن والبنوك والكنائس ودور العبادة لأقليات عاشت في عدن حينها، من ضمنها هذا المبنى الذي كان في الأصل كنيسة، بنيت عام 1871 وكانت تسمى كنيسة القديسة ماريا، وفي عام 1947 تحولت الكنيسة إلى مقر للمجلس التشريعي، وكان الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية. بنى الكنيسة التي في المجلس التشريعي الكابتن هند، وكانت كنيسة بروتستانتية، وتحت منها كان في موقف السيارات وأرضية البنك كانت مقبرة كبيرة للإنجليز، وهي أول مقبرة للإنجليز. في الجانب الآخر جنبها كان مدرسة البادري، وهي المدرسة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، لأنه فرعين من المسيحيين كانت البروتستانت والكاثوليك. أما عن المقبرة فهي من المعالم البريطانية التي ما زالت شاهدة على تلك الحقبة، وتسمى مقبرة الإنجليز في مديرية البريقة، وتحوي رفات 140 ضابطاً وجندياً وسياسياً ومدنياً كلهم بريطانيون، وتطلق عليها بريطانيا اسم شهداء الواجب. وهذه الساعة المستطيلة، والتي كانت تقدم خدمة معرفة الوقت للبحار الوافدين إلى رصيف ميناء عدن، يطلق عليها البعض بيك بن الصغرى أو الأخت الصغرى لساعة بيك بن الشهيرة في لندن. وقد شيدتها سلطات الاحتلال البريطاني في تل مرتفع بمديرية التواهي عام 1980، بعد أن صممها عدد من أكفأ المهندسين البريطانيين. لفترة من الزمن حكم الاحتلال البريطاني عدن من منطقة معاشيق، وهو الذي أطلق عليها هذا الاسم. انتقل الكابتن هند إلى حقات ثم معاشيق. طبعا الاسم معاشيق كانت الناس تذهب إلى الوادي في حقات، وكان اسمه مع الشيخ، يعني تيمنا بالشيخ أو في رحمة الشيخ أو في جلال الشيخ، فكان الإنجليز يكتبوها مع الشيخ. فعندما أجوا الناس عملوا هناك كانوا يقولون اذهبوا إلى مع الشيخ، وسميت مع الشيخ. وفي رواية أخرى يقال إنها سميت بهذا الاسم كون البحارة كانوا قديما يعشقون سفنهم عندها، بمعنى يرسون بسفنهم هناك بقربها من البحر. في عدن عام 1954 قررت الملكة البريطانية إليزابيث وزوجها الأمير فيليب السفر إلى عدن لقضاء شهر واحد فيها للاستجمام، فحظي باستقبال رسمي وشعبي، ويقال إن إليزابيث استمتعت برحلتها وعادت إلى إنجلترا بعد شهرين. في
في مثل هذا اليوم قبل 55 عاما غادر من عدن آخر جندي بريطاني بعد احتلال دام أكثر من 129 عاما. وبهذا الرحيل توج الشعب اليمني هذا اليوم بالتضحيات الكثيرة والدماء الزكية الطاهرة للشهداء على دروب الحرية ونيل الاستقلال عام 1967 الذي تزامن مع بدء ترسيخ النظام الجمهوري في صنعاء عقب ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. وبمناسبة ذكرى الاستقلال من الاحتلال البريطاني نستضيف هنا معنا في الاستوديو ضيفنا الباحث في التاريخ اليمني عماد ربواني. يسعد صباحك. حياك الله استاذ سمية. صباحك مجيد يا رب دائما. صباحكم استقلال ومجيد. صباحك استاذ سمية واستاذ وديان. وانشاء ورغم الفرح بعيد الاستقلال هذا المجيد، لكن كلنا نحزن لفقيد الوطن الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز المقالح، ونعزي الأمة اليمنية والأمة العربية، ونتمنى من الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه بإذن الله. آمين يا رب. والله الشاعر كبير في قلوبنا باق. بداية عماد، يعني كيف يرى الشباب هذا اليوم؟ هو شوفي عيد الاستقلال 30 نوفمبر 67 هو مش يوم كيوم ثورة أو يوم مناسبة طبيعية، لا، هذا هو نتيجة تضحية 129 سنة. هو نتيجة تضحية أبناء عدن، أبناء الصبيحة، أبناء العوالق، مهرة، الضالع، هؤلاء اللي ضحوا منذ أول قدم حطت في عدن في عام 1839 عندما جاهنز خرج أبناء اليمن أجمع. يقال كان عدد الشعب أبناء عدن حينها بحدود 700 شخص، عندك 700 فرد، معناته أنت تتكلم الآن قبل عام 1839، تتكلم على عدن. يقال أنه في هذا اليوم فقط في 19 يناير 1839 قتل 129 شخص، يعني نص الشعب اللي كان موجود. نعم، ضحى أبناء عدن. حتى قضية خور مكسر، من خور مكسر في عدن، كان واحد اسمه مكسر الفضلي، كان قائد ضد البريطانيين، فراح في كهف، في خور يقاتل البريطانيين، فجاءت قذيفة وقتلته، فسمي خور مكسر تسمية، يعني تيمنا بهذا البطل. فهذه عدن وهؤلاء عدن، وبالتالي 30 نوفمبر ليس باليوم العادي، بل هو نتيجة حتمية لتضحية هؤلاء، تضحية أبناء عدن، أبناء الصبيحة، أيضا أبناء الشمال. في هذا اليوم تعز انتصرت في الحقيقة اليمن كله، لكن تعز انتصرت. تعز الذي دربت الجنود، تعز اللي دربت أبناء عدن، تعز اللي ضحت بكل شيء، تعز اللي كانت بوابة هي والبيضاء. في هذا اليوم انتصر اليمن كامل. يعني طيب، بعد استقلال عدن ما الذي تغير ما بين الأمس واليوم؟ هو شوفي ما شاء الله التقرير واضح جدا، كان هناك مدنية في عدن. أي. وهذه لا يمكن إنكارها، الاحتلال البريطاني صنع مدنية في عدن، لكنها مدنية شبيهة بمدنية نوبل بونابرت في مصر، الحملة الفرنسية. أيوة. كان هناك تقدم صحيح، هو أتى بنهضة، هو أتى ببعض المشاريع، لكنها مشاريع كانت تخدم المحتل ولا تخدم المواطن. يعني الكنائس، البيوت الجميلة، التعدد الثقافي، هو كان يخدم المحتل البريطاني. لكن السؤال الآن كيف كان وضع الجنوب كامل، حضرموت، المهرة، الضالع، البيضة، لحق، كانت في سواد. بالأخير هذا محتل، المحتل. أنا ممكن أحدث المنطقة التي تهمني، الذي هي عدن، جنب خليج عدن وجنب البحر، لكن بقية اليمن مش راح أتلقى. للحديث عن الموقع عماد، يعني كيف أثر موقع عدن الجغرافي من قبل الاحتلال البريطاني؟ هو شوف يا أستاذ وديان، اليمن كم من ناحية موقعها الجغرافي لم تكن فقط مطمع للبريطانيين، احتلوها حاول الرومان يحتلوها، بعدها احتلها الفرنسيين. يعني هي سلسلة طويلة حقيقة من الاحتلال. لا يعرف أحد أن فرنسا احتلت اليمن، احتلت ميناء المخا وعدن، هولندا احتلت اليمن، هذه برتغال حاولت تحتل عدن. معلومات للأسف كثير من الجيل هذا يعني مش عارفة. نعم، بريطانيا حاولت بأكثر من 100 سنة وهي تحتل عدن. طبعا الاحتلال حصل في عام 1839، بينما المحاولة كانت من عام 1750، يعني من قبل فترة طويلة، 80 سنة وهي تحاول أن تحتل عدن. لماذا؟ ببساطة لأهمية اليمن. أهمية اليمن بالنسبة لبريطانيا وفرنسا، كان هناك تنافس ما بين بريطانيا وفرنسا من يمسك الشرق الأوسط. بريطانيا كانت تحتل الهند عشان التجارة من الهند والصين عبر لبريطانيا وأوروبا. طيب من فين بيمروا؟ فين حلقة الوصل؟ أكيد عدن.
وخاصة عدن وجزيرة سقطرة. طبعا التركيز الاول كان على جزيره سقطره وعدن ببساطه لاني حلقه وصل لاني هي الوسط بالنسبه للخط هذا. وايضا الاسباب كثيره، انت في الاخير عندك اهم مضيق في العالم، من اهم مضايق في العالم ميناء عدن، كان ثاني اهم ميناء على مستوى العالم بعد ميناء نيويورك في امريكا. فتظل عدن واليمن اجمع بالنسبه لاي غازي هي مطمع لعدة أسباب. أشكال يعني الدفاع والنضال في عدن تعددت، يعني إذا شفنا من خلال الرجال الذين خرجوا، ما كان دور النساء في هذا النضال؟ في 30 نوفمبر وفي 14 أكتوبر إذا كان هناك نص وكان هناك أحد من أحد رموز هذه الثورة هي المرأة اليمنية. المرأة اليمنية شاركت في 26 سبتمبر وضحت ضد الإمامة، لكنها في 14 أكتوبر كانت حاضرة وبقوة. كان هناك نادي اسمه نادي نساء عدن، هذا النادي انشأ في بداية الخمسينات. من كانت تخرج بالاعتصامات هي المرأة، من كانت تحرض ضد الاحتلال البريطاني هي المرأة، من كانت كل شيء تقوم بمظاهرة كل شيء كانت المرأة عدن. ظهرت زهرة هبة الله المرأة العظيمة هذه، دعرة سعيد ثابت، دعرة التي قاومت المحتل البريطاني في صنعاء، قاومت المحتل البريطاني في عدن وراحت تحارب الإمامة في صنعاء، نجوم كاوي، العديد من النساء. المرأة اليمنية، المرأة اليمنية بشكل عام والمرأة العدنية في هذا اليوم يجب أن تحتفل لأنها انتصرت. وعلى المرأة اليمنية أجمع أنه من يحاول أن يغفل دور المرأة في 30 نوفمبر عليها أن يقف احتراما للمرأة اليمنية. وأنا اليوم بهذه المناسبة أقف احتراما لكل امرأة يمنية مناضلة ضد المحتل وضد الاستعمار وضد الإمامة وضد كل مستبد. طبعا شكرا لك على ذكر هذا الدور الذي دائما يغفل عنه الكثير، يعني وخاصة أن المرأة أخذ عنها أن الكائن مش هذاك الكائن المشارك في مثل هذه الصراعات. طيب عماد، يعني هل يعي الآن الجيل للأسف دعوات الانفصال الذي يعني على الأفق حاليا؟ شوف يا أستاذة، أولا إحنا علينا صحيح مع الأسف ما فيش هناك إدراك وحقيقي، يعني بعد هذا كله لأنه ببساطة من هو اليمني؟ هذا السؤال الذي يغفل عنه الكثير. من هو اليمني؟ ما هي اليمن؟ من هو اليمن؟ مع الأسف الآن في سؤال عميق في هذه النقطة. أولا نحن علينا أن نعرف أولا أن هناك كانت هناك انفصالات، مش انفصال واحد، مش معناته انه صنعاء تحكم عدن تحكم. كانت هناك على مدى التاريخ اليمني هناك عده دول كانت تنشا، كانت مثلا في اب عاصمه دوله تحكم عدن بينما لا تحكم صنعاء. اذا كانت هناك خلافات سياسيه وصراعات، لكن من هو اليمني؟ من هو الهويه اليمنيه؟ اليمني هو القحطاني ابن قحطان بن هود عليه السلام. طيب نعرف شيء بالهويه اليمنيه يجب ان نعيه، ان ابناء الامه اليمنيه ابناء حمير وابناء كهلان كانوا أمة واحدة. فيافع طبعا يافع هذا اسم من أسماء الأقيال اليمنية مش منطقة، هذا قيل، هذا كبير. يافع هو ابن يريم، ويريم عفوا هو ابن شرعب، وشرعب هو أخو جده يريم، ويريم كان أخو بعدان. يعني شوف هو أشخاص يعني نعتقد أن مناطق منفصلة ولكن هم أخوة في الأخير، المناطق سميت بالنسبة للأقيل هؤلاء. أيوة. وبالتالي هذه الهوية اليمنية، هؤلاء هم أبناء اليمن. يحصل في الحديدة تهامة مع مأرب، كل هذه المناطق هؤلاء هم الهوية اليمنية، هؤلاء هم أصل واحد وقدر واحد. لا يمكن يوم أن تأتي أن تفصل ابن يافع مع ابن شرعب، فعلا لا يمكن أن تأتي لابن شرعب مع ابن بعدان. حقيقة يعني موضوع شيق والله يا عماد، ونتمنى فعلا أن احنا نستضيفك في حلقة نتناقش فيها على موضوع الأقيال وأيضا أسماء المحافظات اللي أنت ذكرتها بهذه الطريقة. ولكن يعني وصلنا لختام هذه الفقرة، وشكرا لك عماد لتغطية هذا الفقرة معنا في صباح بلقيس، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك سيد الله. مشاهدينا، ما الذي يعنيه يوم 30 من نوفمبر لدى الشعب اليمني؟ إجابات لهذا التساؤل الذي وضعه مراسل قناة بلقيس على المواطنين كانت مليئة بالفخر والاعتزاز لقدرة الأجداد على إجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن. 30 من نوفمبر لعام 1967 هو اليوم الذي انسحبت فيه القوات البريطانية التي كانت قد سيطرت على مدينة عدن في عام 1839. منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يحتفل اليمنيون في 30 من نوفمبر كل عام بهذه المناسبة. عدسة كاميرا صباح بلقيس رصدت لنا بعض تلك الإجابات في هذه المناسبة، نتابع.
الثلاثين من نوفمبر هو اكتمال للمشوار النضالي الذي بدأه الأحرار، اكتمال لستة وعشرين سبتمبر واربعة عشر أكتوبر. كان نصرة وطن، قبرت الاستعمار مع قبر الإمامة، قبروا الاثنين في الثلاثين نوفمبر، وكانت نهاية للاستعباد والاستعمار والمشوار النضالي. لم ينتهي المشوار النضالي في اليمن، بل انتهى الاستعمار وانتهت الإمامة وبدأ مشوار نضالي اليمن جديد. في 30 نوفمبر نتذكر نضالات آبائنا الأوائل الذين قادوا ثورة الرابع عشر من أكتوبر لدحر الاستعمار البريطاني وجميع أدواته من جنوب اليمن. هذه النضالات التي نتذكرها اليوم هي أيضا تحيلنا إلى واقع نحن فيه اليوم في مواجهة قوى وأدوات إقليمية تحاول إعادة بلدنا إلى ما قبل 30 من نوفمبر. النضالات التي نستلهمها من ما رواه لنا آباءنا عن نضالاتهم وعن تجاربهم الحياتية خلال ثورة 14 أكتوبر وانتهاء بجلاء المستعمر البريطاني في 30 من نوفمبر، هي أيضا درسا مهما نستفيد منه اليوم، ونحن نخوض معركتنا في مواجهة الانقلاب الحوثي ومحاولة إعادة الإمامة البائدة بعد سنوات من غيابها. 30 من نوفمبر ذكرى خالدة ستبقى في أذهان اليمنيين، لأنها كانت أو أرست مداميك هذه الجمهورية والوحدة التي يعيشونها ويدافعون عنها اليوم في وجه الميليشيات الحوثية وأيضا التدخلات الخارجية التي تريد إعادة اليمن إلى قبل عام 1962، قبل ثورة 26 من سبتمبر. كانت ثورة أو عيد الجلاء تأكيد لهؤلاء على هؤلاء أن يدركوا أن عيد الجلاء كان رسالة واضحة بأن لا تعود هذه المظاهر إلى اليمن. اليمن لا يقبل بالاحتلال، لا يقبل بأي تدخل خارجي، لا بد أن ينتهي هذا التدخل، وكانت رسالة اليمنيين في 30 من نوفمبر واضحة. 30 نوفمبر هو إجلاء آخر جندي بريطاني من عدن الذين ضحى به الأرواح بنفوسهم لكي يعيش هذا الوطن السعيد سالما بعيدا عن الأضغان والأحقاد. 30 من نوفمبر هو اعتزاز الشعب اليمني بجلاء وخروج آخر جندي بريطاني من عدن. كلما ذكر هذا التاريخ تجلت في الذاكرة المشاهد التي كنا نشاهدها منذ الطفولة عبر شاشات التلفاز، وأيضا ما يحكيه لنا الآباء والأجداد عن حرية وكرامة الشعب اليمني بجلاء المستعمر البريطاني وخروجهم من جنوب اليمن. 30 نوفمبر هو انتصار الإرادة اليمنية ورد عملي من الشعب اليمني على انتكاسة العرب في 5 يونيو عام 1967 وانتصار إسرائيل. كان رد العملي من اليمن في طرد المستعمر البريطاني، وكان أحد المحطات الفاصلة في كتابة نهاية الإمبراطورية البريطانية. يوم 30 من نوفمبر يوم انجلاء آخر جندي بريطاني من بلادنا الحبيبة، يوم تنفس فيه الشعب بشكل عام الحرية التي يتوق إليها بعد تغنيص دام لفترة طويلة. هذا اليوم يعني الكثير، يعني نحن اليوم بما نحن فيه، يعني اليوم الذي نطمح فيه أن نكون في مستقبل أفضل بكثير مما كان عليه الأجداد في فترات ماضية. عيد الاستقلال يعني الكثير، لأنه انتهت حقبة من الماضي اللي كان وجود الاحتلال البريطاني. طبعا أكيد كان في الماضي كان في جهل، في تخلف، في مرض. خيرات البلاد تروح لجهات أخرى. في ثورة 26 سبتمبر وجلاء آخر مستعمر بريطاني من عدن كان بمثابة الردم لتلك الهوة أو ذاك النسيج الاجتماعي، ففي كل عام نستذكر هذا الإنجاز العظيم، نستذكره كثورة وذكرى خالدة عظيمة ومناسبة وطنية في وجدان الشعب. الشعب لن ينسى هذه الثورة، واليمن واليمنيين بشكل أجمع يستذكرون في 30 من نوفمبر ذكرياتهم ونضالاتهم وما تحقق من انتصارات على في هذا اليوم العظيم. أجمع الكل على أنه يعني فعلا اليمن هي الأولى وفي قلوب الجميع وضد أي استعمار خارجي وضد أي نزاعات سياسية. فعلا هذه هي روح اليمن وهذا ما تفعله هذا اليوم، يوم الجلاء 30 من نوفمبر. ولكن مشاهدينا، غدا يصادف الأول من ديسمبر من كل عام لليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة أو ما يعرف باسم الإيدز والتوعية بمخاطر.
مواطنه. وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2022، فإن أكثر من 38 مليون شخص يعيشون حاملين للمرض، في حين أن 1.5 مليون شخص تلقوا العدوى من أشخاص مختلفين في ذات العام. وكذلك توفي بالمرض أكثر من 650 ألف شخص في عام 2021. حول هذا المرض يسعدنا أن نستضيف المدير الطبي لمركز المدينة الصحي في إسطنبول الدكتور محمد أسمر. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا وسهلا، يا صباح النور. يا صباحك صباح الخير والمسرات. طيب لو بدأنا نتحدث معك دكتور حول هذا المرض الذي يمكن عرفنا عنه معلومات يعني كثيرة في كبداياته وما وصل إليه اليوم، لكن ما هو فعلا الإيدز ولو تشرح لنا بشكل بسيط؟ مرض الإيدز هو مرض مزمن يسببه فيروس نقص المناعة البشري المعروف هو HIV. للأسف الإصابات في تزايد، حملات التوعية في الزيادة، لكن الإصابات كمان منتشرة ومتزايدة بشكل كبير خاصة في نصف الكرة الأرضية. مثل ما بنعرف في مناطق صار فيها وباء لدرجة وصلت وباء، في مناطق ثانية بتحاول تعمل توعية، مثل ما رح نحتفل بكرة ب 1 ديسمبر ويوم دعم التوعية لحد الإصابات. هو مرض إن شاء الله نخلص منه في يوم من الأيام ونقدر نتنفس. طيب دكتور محمد، يعني الأرقام العالمية كبيرة ومخيفة فيما يتعلق مرض نقص المناعة المكتسبة، ما هي أكثر البيئات تعرضا يعني له وتضررا؟ هلا مثل ما بنعرف نحن أول شيء طرق الانتشار تبعه هي المشكلة، هو مثل ما بنعرف ينطلق عن طريق الجنس بمختلف أشكاله، بينتقل عن طريق استعمال أدوات عند الحلاقين، عند أطباء الأسنان، عن طريق نقل الدم، بينتقل من الأم المصابة لجنينها إذا هي حامل، ممكن ينتقل من الأم المرضع. فالطرق انتقاله دائما إذا انتبهت في شيء عاطفي بالموضوع، يعني هو أم لابنها، في كثير أمهات يفقدوا ما ترضع ابنها بتغامر الموضوع، الأم اللي بتكون حامل تغامر بكمل الحمل، العلاقات الجنسية المحرمة كمان هذا الشيء كمان يدخل فيها، أحيانا ما بيكون في تحكيم للعائل بهذا الموضوع، فهذا هو سبب انتشار الحالات وزيادتها. الوقاية من أي مرض يعني الوعي حوله، فما هي أبرز أعراض يعني مرض نقص المناعة المكتسبة؟ لا الأعراض نوعين، هي يعني بنسميه شيء أعراض أولية اللي هي بتصير أول فترة أول شهر شهرين من انتقال العدوى، وفي الأعراض اللي بتصير لاحقا. فنحن الأعراض الأولية بصراحة بتكون كثير مضيعة للأطباء، ما بتخلي شخص طبيب إذا ما كان مريض صريح وحكى للطبيب اللي صاير معه شيء، لأنه الأعراض نسميها flu like symptoms، مثل الأعراض اللي بيجي المريض بتقول عندي شوية صداع، عندي شوية قرحات على الفم، عندي شوية ضخامة في العقد النفوي، عضلاتي بتوجعني. فأول فترة إذا المريض ما تعاون مع الطبيب وحكى له هذا الموضوع صعب التشخيص. الأعراض اللاحقة اللي ممكن تأخر 8 سنين 10 سنين هي بقى بتصير عندنا نزول بالوزن، قشعريرة دائمة، ارتفاع حرارة مستمر، أعراض هضمية، إسهالات، أكثر شيء بنشوف التهابات تنفسية متكررة، ممكن توصل لذول الإصابة بالسل مثلاً أو السالمونيلا. فهو عملية ضعف مناعة بيخلي جسمك مثل ما يقولوا مفتوح قدام أي مرض ممكن يتعرض له. كثير من الأمراض حين يتم اكتشافها مبكرا حتى لو كانت يعني أمراض صعبة يتم علاجها سريعا، لكن هل هناك أعراض يعني صامتة يمكن أن تجعل أي شخص قد يصاب بهذه العدوى أنه مثلا يعرف بعض هذه الأعراض يعني نقول عشان يلحق نفسه في وقت أسرع؟ صحيح، هلا ابدا قبل الاعراض المريض يكون واعي انه في هيك شيء، يعني مثلا لما بده يكون مثلا مستعمل ادوات حلاقه او نقل دم صار بعد فتره من هالاعراض لازم يكون واعي لهذا الشيء، انا ممكن يكون لا سمح الله تعرضت لاي عدوى، هذا الشيء اذا كان في مثلا علاقه محرمه او غلط لازم هذا الشيء يراعي، لانه الاعراض اللي حكينا بتكون صامته لكن خفيفه، بتكون مثل اعراض الجريب، مثل نزله البرد، مثل التهاب الامعاء، فهو بيعالج بيتحسن مؤقتا بيرجع بينقص. إذا تكرر المرض هذا كمان لا لازم، لما تكرر المرض يعني ضعف مناعة بلحظة لازم نراجع الطبيب لدارك الموضوع. طيب دكتور كيف يمكن الوقاية من هذا المرض؟ طبعا هلا الوقاية بتكون بصراحة بالتبع القواعد الصحية اللي البسيطة اللي هي وقف السلسلة انتقال العدوى، هي انتقال العدوى خلص في لها طريق، مثلا خلينا نقول نقل الدم، فنقل الدم ما يكون الا بمراكز صحيه مثلا او التبرع بالدم، حتى في ناس تبرع بالدم
وغير مراكز صحية وغير لا يكون كل شيء مثل ما يقولوا بشكل رسمي. يكون عندنا مثلا العلاقات التزام العلاقات الزوجية وعدم ممارسة العلاقة الزوجية. إذا كان في عندنا مثلا لا سمح الله مثلا متعاطي المخدرات هذا الشيء تقوله فتعاطي المخدرات هو طريق أساسي كمان لزيادة العدوى والانتشار. فعلا بالنسبة للتوعية حول هذا المرض يعني هناك كثير من يعني نقول اللبس حول هذا الموضوع والإصابة به إلى جانب وصمة العار التي قد يشعر يعني قد تصيب بعض هؤلاء الأشخاص الذين يصابوا هذا المرض بطرق ربما تكون ليست بما نعرفه وهي العلاقات المحرمة. ما هي الحملات العالمية والعربية التي أقيمت للتوعية من هذا المرض وأيضا للوقاية منه؟ لبداية منظمة الصحة العالمية عملت يوم 1 ديسمبر يوم عالمي هو لدعم مرضى الإيدز والتوعية فيه، وتركت بقية الأمور لكل دولة لتراعي تعمل فعاليات. مثلا بتركيا هون عنا تقريبا فينا نحكي بالسنة مرتين في حملة توعية موجودة بتقوم بالمناطق شوي بدون خاصة السياحية أكثر المناطق اللي فيها ممكن يكون بهذا الأمر يزداد. فكل دولة وضعها الخاص هي اللي بتحدد الفعاليات اللي ممكن تعملها والحملات، ما في شيء ثابت يلتزم في الكل إلا اليوم العالمي اللي هو 1 ديسمبر. فعلا هذا فعلا ما يحتاجه المجتمع هو التوعية حول هذا الأمر ومعرفة أسباب وطرق العلاج ربما للوقاية بشكل أكبر، يعني في معرفة كيف نستخدم بعض الأشياء مثل زيارة الطبيب وغيرها زي ما أنت ذكرت أحيانا من العيادة يمكن أن نصاب بهذا المرض. شكرا لك الدكتور محمد أسمر لتواجدك معنا في صباح بلقيس لتغطية هذا الموضوع. شكرا شكرا لكم، في أمان الله. إذا مشاهدينا هذا كل ما لدينا اليوم، نتمنى لكم نهاية عطلة أسبوع سعيدة بإذن الله. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ودائما تذكروا أنه يمكنكم متابعتنا عبر السوشيال ميديا. نلقاكم على خير وإلى اللقاء. إلى اللقاء.